بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله.